رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله، فإنه شيطان. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى.